واحد من أصل يهودي من عائلة يهودية أندلسية هاجرت الجزائر بعد ما حاوسهم إيزابيلا كاثوليك، جاء عندنا الجزائر ما نستناش منه حاجة كبيرة لأنه ما يحسش أنه جزائري، ما عنده حتى إحساس أنه جزائري، عنده ولاء للدين نتاعو السابق نتاع جدوده، وربما ولاء للصهيونية العالمية، ما نقولش ربما، عنده ولاء للصهيونية العالمية لكن ما عندوش ولاء للجزائر، لأنه يكون جات عنده ذرة شرف ما يقبلش المنصب هذا في الظروف هذه، هو على باله الشعب كامل تقياه. هذه نحيوها قد واش نقولوا؟ الشعب هو من الناس كما قال الله عز وجل ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم الدين، يعني رخاص من أصل رخاص تحت الرخاص عايشين في الرخص يتعاملوا بالرخص ويقبلوا الرخص، هذا هو التفل والناس اللي معاه. ماذا بينا يكذبنا سي تفل يتخذ الإجراءات اللي نقول ورانا غلطين مسي تفل في دار المنطقة صح دوريجين رخيص مظهر تراجل ليكسبسيون كونفيرم لا ريغل، لكن هذا احتمال احتمال بعيد المدى. هذا سي الذباب كي سي دابلي بور كوبي لا كومونيكاسيون تو سامبلومون دونك تو كوب الذباب مش رحمن Ils sont sûrs qu'ils ne m'ont pas fêté Yanaïr. Ils sont très occupés. Ben ils sont payés. Ils sont payés pour non, 10% de Jazaïriens. Ils sont beaucoup de Mosr, les Émirats, les Saoudiens, Israël, la Turquie et compagnie. Monsieur Rahmani, on a vu un phénomène nouveau ces jours-ci en Algérie. Et c'est un phénomène qui s'est déjà vu en Égypte concernant. Je ne suis pas contre, on a des ingénieurs très compétent dans le monde entier, pas au niveau aux États-Unis ni à la NASA. Mais c'est un phénomène nouveau, comme si c'était. C'est pas nouveau. Moi, ça fait ni j'aboule le baradai ou le wacht. Voilà. Dans le Hirak ou tu te dans le Hirak, où est le baradai? Donc il faut pas que le peuple jazairi t'nakhda'a avec des images et des personnalités qu'on ne va voir fictives. Voilà. Fictives. Qui n'ont pas de solution politique. Éphémères, on va dire, parce qu'elles vont disparaître. Ces gens-là n'ont pas de solution politique. Je ne suis pas contre had l'alim ou l'alim hadak l'isand l'hirak. L'isand que jazairi. Lakin sid hada. Sans propagande. Il peut isand mais sans propagande. Il y a eu de la propagande. Sid hada. Min nahya siyasiya. Mais il mettel walou. Léanou ma andouch hal siyasi. Ou la kan andou hal siyasi. Ma nchoufouch imchi f tariq. Madabiya. Nchoufou hna. Fi Bariz. Fi Genève. في الماريكان في واشنطن في موسكو في بيكا عنده حل سياسي يقترحه للشعب احنا نساندوه نمشيو معاه اي نو سيدي اون ا ريان كونتر لا بيرسون مي سي لو اي رامن دي بيرسون يفون دو لا بروباغاند اي سا سي بور ديفيي اكزاكتومون انكور الحراك alors que on a des sommités on a des cracks dans le monde entier dans tous les domaines dans tous les domaines ناس بزاف دوك هاد السؤال تاعك ناس بزاف حين يخرجوا ضدنا في الموضوع هذا معليش انا واش نقول لهم خطوا راسكم من الحيط الحقيقه وحده وحنا نقولوها جيب لي حتى اكبر عالم في الفيزياء ما يهمنيش عندي انا بجد المشكل نتاعي سياسي مش فيزيائي جيب لي اكبر عالم في الرياضيات نقول لك المشكل نتاعي عندي أزمة سياسية مش أزمة رياضيات جيب لي أكبر عالم في الكيمياء نقول لك المشكلة نتاعي سياسي مش في الكيمياء جيب لي أكبر عالم ما عليش من علم أنا تسميه في السيمي كوندكتور ولا وين حبيت نقول لك المشكلة نتاعي سياسي دونك تحويل المواضيع إلى مواضيع كما صارت في مصر جابوا لهم البرادعي وش دار البرادعي هو تاني كان في النازا هو ثاني عالم كبير وش دار وين هي مصر عاود جابت السيسي ما كان له تفرقوا الشعب على اساس هذا هو عالم كبير وهذا ما على باليش واش رانا شفنا ناس كيما هذاك فرحات ايت علي ولا ايت علي فرحات ولا كيف سموها انايا لو كروكمور هذاك ديجا اون ديري كونت اون فوا سا غول تقول خارج من السيركوي مي سو مسيو لا ايلي كوا وش يكون فرحات ايت علي تقنيا وش يكون sur le plan économique ou chicone. C'est tout simplement une grosse gueule. Il ne maîtrise rien du tout. Et la preuve, c'est que le peuple jazairi, où je fais ça. Donc, c'est le club
اللي يسناو شكون راح يولي الماتر نتاعهم. سي با دي شيف، سي با دي تيت دو فيل، سي دي سيرفيتور كي شارش ان ماتر سيرفير. هادو عبيد يحوسوا على من؟ شكون السيد اللي يخدموه؟ ما يحوسوش على حاجه اخرى. وماشي فرحه يتعيط عليه وحده، بزاف ناس زيو، بزاف 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 بزاف، بوكو بوكو جون، بوكو بيرسون. خليها مش رحماني باسكو انا في لو تور كوم دابيتود دوباب الى انفيستي لو لو لايف دونك سا افير دو توتي فاصون. ce qui est bien c'est que il y a quand même des personnes qui suivent et qui s'en foutent de ces doubeb, donc doubeb il peut infester. Bon, ça m'empêche de lire toutes les questions, mais une dernière qu'en est-il de la situation en Libye aujourd'hui, monsieur Rahmani? Dernier point, c'est la Libye, la Turquie, la Libye, les États-Unis, l'Iran, tout ce que vous voulez. C'est très simple. La Libye rentre dans ce qu'on appelle l'espace sécuritaire algérien. Yani Libye, Niger, Mali, Mauritanie, Sahara al-Gharbiya, hadou douel, Tunis, si vous voulez, ou le Maroc, hadou douel, yedkhlou fi itar el majal el amni el jazairi. Lan takouna Libye doun el Jazair. لن تكون ليبيا دون تدخل الجزائر. مصلحة ليبيا من مصلحة الجزائر، ومصلحة الجزائر من مصلحة ليبيا، كما يقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. احنا أولى أن نتخذ القضية الليبية على أساس شعب أخ، شعب ساند الثورة الجزائرية على أساس أنه شعب ما نخليوهش يطيح فيما غبت الطيارات الأجنبية بما فيهم تركيا، قطر، إمارات، سعودية، أمريكان، فرنسا، روس، كاع الدول. تعفن الوضع الليبي راح يكون طريقة مباشرة تعدي على أمن الجزائر، وربما نخص موضوع خاص بليبيا وما هي الوسائل والطرق للتدخل الجزائر بطريقة قانونية دولية وعسكرية في ليبيا من أجل الأمن والأمان تاع الشعب الليبي، ومن أجل حفظ مصالح الجزائر ومصالح المنطقة الساحلية شمال إفريقيا. لكن نقول إضافة، عندنا الكفاءات العسكرية، عندنا الكفاءات الاستعلاماتية الاستخباراتية الذكية باش الجزائر تلعب دور درجة أولى في منطقة الساحل وفي ليبيا. تقنيا الجزائر عندنا إمكانيات من أبناء الجزائر، لكن عندنا خيانة سياسية. ضعف الجزائر ليس في القوات العسكرية، القوات المسلحة، ضعف الجزائر في ضعف السياسة الجزائرية.